أهلا بكم مرة تانية مشاهدي نهاية الأسبوع، وفي النهاية بتوجه بخالص الشكر والتحية لضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر الزهيري، رئيس تحرير جريدة المصرية. شكرا لحضرتك، شكرا لك ودايما شكرا. منور الله برنامجنا يخليك نهاية يا الأسبوع. شكرا. قبل ما نروح لفقرتنا التالية مشاهدينا، دعونا ألقي عليكم مرة أخرى البيان 27. القوات المسلحة أعلنت تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفير، ونفذت القوات الجوية هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير، وحرس الحدود ضبط طائرة بدون طيار، ووصلت القوات المسلحة جهودها في محاربة العناصر الإرهابية والمتطرفة في إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك بمعاونة الشرطة المدنية. تعالوا نشوف البيان ونرجع لكم مرة أخرى وفي مزيد من الفقرات ونهاية الأسبوع. استكمالا للنجاحات التي تحققها القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية: على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة، تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذا لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. وعلى الفور قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط المنطقة وتطهيرها من العناصر الإرهابية. وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التي كانت بحوزتهم، وتدمير سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة اتصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيري ومبالغ مالية كبيرة وملابس عسكرية. القضاء على 13 فردا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض على 18 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تدمير 18 وكرا ومخبأ وملجأ خاصا بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، كما تم ضبط وتدمير 10 عربات أنواع و6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية. اكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات. وعلى الحدود الغربية للبلاد تمكنت القوات الجوية
من تدمير 38 عربة أثناء محاولتها التهريب واختراق الحدود، كما نجحت قوات حرس الحدود في ضبط طائرة بدون طيار و1100 كيلوغرام من جوهر الحشيش المخدر و1,300,000 قرص مخدر و2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق غير الشرعية. وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تم ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وضبط 12 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محمل بمواد مخدرة. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي تم ضبط 5 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وضبط 26 عربة و55 متهما في أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب. كما استمرت عناصر القوات البحرية في أعمال تأمين المسرح البحري والأهداف الاقتصادية بالبحر وتجديد إجراءات التأمين والحراسة والتمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع العناصر الإرهابية من التسلل. هذا وتؤكد القوات المسلحة إدراكها الكامل بحجم الخطر الذي يشكله الإرهاب على الشعب المصري العظيم، وأنها لن تدخر جهدا لملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر وشعبها العظيم.